السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم فطورنا غير. انا ومين؟ خلودي. خلودي اليوم وين حنفطر؟ معرض سيارات. نعم، تدشين سيارة جديدة وحنروح نشوفها. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي مرحبا، اهلين، شكرا. السلام عليكم، مرحبا. واو، عم يحكوا هنا تاريخ السيارة من زمان. واو، قديمة مرة السيارة. هيا خالد، هيا 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 هيا. وين 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 هيا. الفئة الثالثة ب 531، جميع الفئتين تتوفر بضمان 5 سنين و 100,000، 5 سنين صيانة مجانية أو 100,000، 24 ساعة خدمة مساعدة على الطريق، وصيانة من البيت إلى الورشة. ولكن عرض شهر رمضان لأول 25 عميل سيحصلوا على 7 سنين ضمان 200,000 كيلومتر و 5 سنين صيانة مجانية و 140,000 كيلومتر، بجانب حكم انه ماكنتوش حاجة بريميوم، بقدم للعميل سبيكر ماكنتوش. السيارة هذيك خالد ما شاء الله على طول طلع. هذا حلو انه كفاءة الطاقة حقها برضه ممتاز. مين اركبها من ورا؟ اركبها من ورا يا اخوي. يلا انا اركبها من هنا، ما شاء الله مرة عالية. واو ما شاء الله. السادة الحضور، بعد اذنكم، اللي حابب يعمل تيست درايف للسيارة، كل السيلز كونسلتنتس بتوع بترومين موجودين، يا ريت يعرفوا نفسهم للناس اللي محتاجين يعملوا تيست درايف. ايش هو الشيء المرة رهيب؟ واو يا عين، واو ما شاء الله حلوة، عشان مش لازم تفتحها كلها. واو حلوة. هذه الجراند واجونير، هذه هي ما شاء الله تبارك الله. زي ما قال، شوف هذه الستاير، وهنا زي ما قال بتسع سبع سيارات، سبع اشخاص. وهذه شوف العتبة. تعال يا خالد، خالد ما اقول لكم، راحة وفخامة فوق ما تتخيلوا. فتحة بانوراما ما شاء الله. كيف حاولت افتحها من ورا؟ هذه هي، شوفوا ما شاء الله. والنظام الصوتيات فيها من ماكنتوش، يقول اصلا سعره برا 100,000 دولار، يعني موجود بالسياره هنا، يعني الصوت دمار شامل. هذا خالد، خالد ما له دخل، دخل السياره على طول. لا احصدها في الحلوه. يعني مين قابلنا اليوم؟ نواف. اهلا يا حبيبي. جد انبسطت اول مره اقابله بصراحه. انا حظي حلو يا حبيبي. الله يسعدك. حبيبي تشرفنا بمعرفتك نواف. الله يرفع قدرك. الله يخليك حبيبي. هذا هو شكلها من ورا ما شاء الله تبارك الله، حلوه
يعني لا سيارة كبيرة وحش يعني فعليا انت ممكن تعمل عزومة فيها. طبعا هذا القديم حقها وهذه هي من قدام ما شاء الله تبارك الله. لا حلوة يعني حتكون مميزة بالشارع. طبعا خالد لقى حاجة احلى من الجراند واجنير حينبل على هذه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله حلوة هذه. لا 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 خالد مش كده مش كده مش كده انزل. طبعا ركبها هي السيارة بصراحة غريبة يعني حتى شوف المسكات الباب حقتها كده واو حلوة. شوف هذه كمان شوف ايه ما شاء الله رهيبة. وقابلت الكابتن نايم حبيبي خالد 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 هلالي برضه وانا هلالي يعني هو اتحادي والله خلاله اتحادي وعم يحاولوا يخلوه اتحاد بس انا مش هخليهم خلاص ان شاء الله تصيروا خلاص اتحادي هلالي عمي مع بعض حبايب حبايب. اي واحدة هاي هذيك المفتوحة الحديد اوكي يعني الحمد لله جينا اليوم وانبسطنا شفنا السيارة الجديدة جراند واجنر بصراحة سيارة سيارة ما شاء الله تبارك الله الحمد لله. أهم شيء خالد انبسط صح ولا لا؟ صح. لا تنسوا تسوي لايك وسبسكرايب وشوفكم في القناة عشان لسه في فيديوهات جاية إن شاء الله. سلام. خالد مش حيبطل الحركات وطلع لأبوه عادي.